السلام عليكم، أهلا بيكم مع فوركس العرب. الدورة التدريبية الخاصة بفوركس العرب إن شاء الله الموعد الجاي ليها هيبقى يوم الأحد 17 يناير 2010. محتوى الدورة القادمة هيكون كالتالي: المحاضرة الأولى هنتعرف على أسرار الرسم البياني والشموع اليابانية، وإزاي تقدر بنظرة واحدة على الشارت تقدر تحدد إذا كان في فرصة دخول أو لأ، وهنتعرف ازاي نحدد المستويات السعريه القويه والمستويات الخفيه الاسعار اللي بتبقى مش ظاهره على الشارت زي ما الناس ما هي متعوده. المحاضره الثانيه هنتعرف على الحالات الخاصه لحركه الاسعار، من ضمنها 6 حالات اللي معظم المتداولين بيغلطوا او بيتخدعوا فيها، وانت هتتعلم ازاي ما تتخدعش فيها تاني. هناخد في المحاضره الثانيه برضو الدورات الزمنيه، وازاي تقدر تحدد موعد صفقتك المتوقع عشان تقدر تظبط مواعيدك سواء في شغلك او في نظام عملك اليومي. المحاضرة الثالثة هنتعرف على ادوات التحليل الفني والمؤشرات الهامة، وكيفية بناء استراتيجيات ناجحة في 7 خطوات متتالية. هنطبق الكلام ده على انماط التداول اليومي واللحظي والممتد، عشان كل واحد حسب طريقة تداوله او وقته يقدر يلاقي فرص مناسبة في السوق. المحاضرة الرابعة هنتعرف على كيفية إدارة رأس المال والمخاطرة، وإزاي تقسم صفقاتك طبقا لرأس مالك، وإزاي تقدر تحط الستوب بتاعك المناسب لصفقتك، وهنتعرف إزاي نختار الوسيط المناسب، وإزاي نتابع الأخبار الاقتصادية بحيث نظبط شغلنا مع الأخبار اللي بتطلع كل يوم، وهنتعلم إزاي نتدرب على كيفية التحكم بالنفس وقت المتاجرة، إزاي تلتزم بالقواعد اللي أنت بتشتغل بيها، إزاي ما تغيرش رأيك لما السوق يتحرك عكس صفقتك، ازاي ما تقلقش، ازاي تبقى واثق من نفسك اثناء التداول. في المحاضره الخامسه هناخد خطه العمل وتطبيقات عليها، بحيث كلنا نبقى فاهمين الخطوات اللي هنمشي عليها ازاي. اللي عاوز يحجز معانا في الدوره ان شاء الله التليفونات قصادنا على الشاشه، وهتلاقوها برضو في الايميل اللي كان فيه تنويه عن الدوره اللي جالكم النهارده. بشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.